باقي اللاعبين؟ اولا اخويا كنقدموا لكم الشكر على الاستضافه. حنا اولا حنا ضد الاعتزال ديال حكيم زياش، لان الدري في المستوى عالي وفارض الوجود ديالو في البطوله الانجليزيه، وانه باقي فيه ما يعطي. غير باش نكونوا واضحين اخويا زوين، اونطر بين قوسين، بين المنتخب الوطني كبير بزاف على هذا، غير هو اللي غيقدم الاضافه. مرحبا به حكيم زياش، مزراوي، حمد الله، نور الدين المرابط، ونتمنوا ان شاء الله التوفيق للمنتخب الوطني، ونتمنوا التوفيق لهاد اللعابه هادو في الفرق ديالهم. شكرا.